السلام عليكم ورحمة الله، معكم ناصر قربي من قناة English Tube. في حلقة اليوم إن شاء الله راح نتعلم مع بعض شلون نكتب ملاحظات ونحفظ الكلمات. كل واحد لازم يكون معه دفتر مخصص فيه جزء للملاحظات اللي بده يكتبها على الكلمات. طبعا في جزء خاص ثاني بده يكون للقواعد مستقبلا، بس نحن بهمنا هلأ بالنسبة للمفردات والكلمات. في الجزء اللي خاص بالمفردات لازم نعمل جدول مثل هذا، نكتب هون number اللي هو الرقم، vocabulary مفردات، example مثال، spelling problems المشاكل الإملائية، pronunciation problems مشاكل اللفظ، notes ملاحظات. شلون نتعامل مع هيك جدول؟ ناخذ مثال number one alphabet. مثلا احنا عندنا هاي الكلمة مشان نتذكرها بنكتب عليها مثال اللي هي A B C D. فهو لما بنشوف الكلمة وبنشوف المثال بنتذكر معنى الكلمة من المثال، ما بدنا نكتب هلأ نحن عربي جنبه أبدا مشان نعطي مخنا فرصة أنه هو يستوعب أو يسترد معنى الكلمة بالإنجليزي تمام من مثال. شو المشاكل الإملائية اللي ممكن تواجهنا؟ الـ PH هدول الحرفين، طبعا كتبناهم حرفين لكن شو ينطقوا؟ ينطقوا ف. فهون المشاكل اللفظ هن الحرفين ينطقوا فه، يكتبوا PH. نيجي هون في نص الصفحة من تحت، أو إذا كان حتى في الصفحة في نفس الورقة لكن من ورا يكون أحسن. خلي قدر الإمكان أن الترجمة العربية تكون بعيدة عن الإنجليزية، لأنه دائما الأسهل على العين أن هي تلقط الكلام العربي. فنحن ما بدنا نكتبه جنبه، هون نكتبه يا نص الصفحة من تحت بنفس الرقم مشان تعرف النهاية هي معنى الكلمة، أو في الصفحة من وراء. تمام، عنا مثال تاني إن شاء الله. فنا number two embarrassed. مثال I was too embarrassed to admit that I was scared. طيب هون أنا كنت كتير محرج لأني أعترف إن أنا كنت خايف. طيب هون نحن طبعا هذا مثال، إن شاء الله بعدين حتى لو نسيت الكلمة أو جيت تراجعها فأنت لما مجرد تقرأ الجملة بترجع تتذكر المعنى. المشاكل هون اللي راح تواجهنا مع هالكلمة ان عندنا نحن double R double S تمام، فما نكتب one R one S، هاي ملاحظة. pronunciation problem عندنا نحن embarrassed فما ننطق الد د، ننطقها ت تمام. ال A ليش عندنا هون ال A كبيرة؟ لانه عليها stress. اللغة الإنجليزية ما فيها تشكيل مثل اللغة العربية، فهني بيعتمدوا على الستريس في تغيير حتى معنى الكلمات. فهون ممكن تكتب الحرف كبير عشان تعرف إنه هو على الستريس، أو في ناس بتحط نقطة فوق الحرف مثل ما راح نشوف في كتاب الفيس تو فيس، مشان الناس تعرف إنه هذا عليه ضغط. فنحن شلون بنقراها؟ بنقولها embarrassed تمام، فبتضغط عليها أكتر. Notes الكلمة هي adjective، هي صفة. feeling adjective اللي هي صفة شعور. المعنى هون اللي هو أنا كنت محرج، فالمعنى هون محرج لأن هي شعور. مثال أخير number 3 sign. مثال I always sign my name at the end of the letter. فهون أنا دائما بوقع اسمي في نهاية الرسالة. المشاكل اللي ممكن تواجهنا معها هون اللي هي spelling problems وال pronunciation problem، نفس الشيء اللي هي G silent، اللي silent معناها لا تنطق، فتكتب ولا تنطق. النوت noun and verb، فهي نفس الكلمة بتجي اسم وبتجي فعل على حسب الجملة اللي جاي فيها. فهون ممكن انت number 3 تكتب يوقع أو توقيع. انت لا في ناس بيقول لك معقوله بدي اكتب كل هالشيء على الكلمات؟ معلش انت لك كل يوم لو كتبت 5-6 كلمات فهذا شيء مفيد لك، بيكون عندك اساس قوي ومرجع بالنسبه للاخطاء اللي ممكن تواجهك، اخطاء املائيه او اخطاء في اللفظ، وبتبني الانجليزي لغتك الانجليزيه من البدايه على اساس قوي. اتمنى تكونوا استفدتوا من هالملاحظات، وان شاء الله بشوفكم في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمة الله.